برعاية شركة آسياسيل للاتصالات وبالتعاون مع فريق لمسة أمل التطوعي، أقيم مهرجان الولادات الميمونة التكريمي السنوي الأول في كلية القانون بجامعة كربلاء وبمشاركة طلابية واسعة. المهرجان تضمن فقرات عدة أبرزها تكريم المبدعين وبازارا خيريا وعملا مسرحيا هادفا وغيرها من الفعاليات. هذا المهرجان يتضمن العديد من الفقرات، منها البازار ومنها معارض الرسم وكذلك المسرحيات، شعر، العديد من الفعاليات المتنوعة ومشاركة طلابية كبيرة. يعني ما شاء الله، يعني تفاجئنا من الأعداد اللي شاركت بجميع الفقرات المهرجان. وآسيسيل تبقى يعني مستمرة بتقديم كل ما هو أفضل لمشتركيها. وأيضا هذا العام مهرجاناتنا عديدة، كان لدينا مهرجان في متنزه سيد جودة الكبير بمناسبة الولادات الميمونة، وأيضا اليوم مهرجاننا الثاني، ومهرجاننا الثالث راح يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله في مدينة العاب نوارس كربلاء. وسيكون أيضا لدينا مهرجان إطلاق البالونات السنوي الخامس الذي تقيمه شركة آسيسيل في محافظة كربلاء، وإن شاء الله نبقى سباقين كل ما هو أفضل لمحافظتنا العزيزة. الدخول لكل بيت عراقي هو من خلال الجامعة، فمن خلال هذه يعني الميزة نتوصل إلى أنه الدخول إلى كل بيت عراقي من خلال هذه الكرنفالات ومن خلال هذه المشاركات التي ذهبت الكلية على 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 اعتمادها، وقصص نجاح للطلبة أو المشاركين، كذلك لتكريم جزء من شخصيات كربلاء أو حتى من خارج كربلاء العاملين في المجال الإنساني والتطوع اللي لهم أثر. هذا الهدف من عنده هو نخلق روح التطوع لدى الشباب، خصوصا في جامعات. تعرف الشباب الجامعي والطلبة هم شباب واعي، لابد أنه نوعيه على أساس ثقافة التطوع والعمل الإنساني والتطوعي وحب الخير. مبادرات آسيسيل الداعمة لشرائح المجتمع كافة ورعايتها لمختلف الأنشطة والفعاليات في البلاد، فتكريمها المبدعين والناشطين لتحفيزهم على تقديم الأفضل، خطوة مهمة لاقت ترحيبا واسعا من قبل الجميع. واحنا اليوم نشكر شركة آسياسيل ولمسة أمل على هذا البازار الحلو اللي سويته دعم للمرض السرطان لأجل العلاج. بمهرجان الولادات الميمونة القائمة على هذا المهرجان، شركة آسياسيل مشكورة، دائما سباقة بهكذا مهرجانات تدعم الحالات الإنسانية والطاقات الشبابية. شكر موصول لجميع كادر آسياسيل. فشي كلش حلو انه هذا اللي راح قسم من هذا يدعم هاي الأمراض ويساعدهم، وجزيل الشكر لكم والتواجدكم هنا، والشكر الجزيل ايضا لمؤسسة الامل والآسياسيل على هذا التنظيم الرائع والجميل، والمهرجان كلش حلو ونمى كل هاي المواهب وسلط الضوء عليها. ونشوف انه دور شركة آسياسيل او القطاع الخاص بصورة عامة وتفاعله مع الفرق الطوعية، مع منظمات المجتمع المدني، لا بس ايضا مع الاكاديمي، راح يحرق لنا حالة من الوعي ونوع من التنوعية يعدد الاثر باتجاه المجتمع، باعتبار انه لكل قطاع من هذه القطاعات جمهوره وناس اللي يستهدف، وبالتالي خلق هذا التعاون راح يعمم هذا الأثر، نشوف حالة إيجابية، شيء جيد، نتمنى تعميم هذا الأمر، نأمل أيضا دخول المؤسسات الحكومية. شركة آسياسيل من الشركات الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الاتصالات على مستوى العراق والمنطقة، فضلا عن إنها سباقة دوما لرعاية الأنشطة والفعاليات والمبادرات المختلفة. من كربلاء، طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.